قامت جامعة عين شمس اليوم بافتتاح عدد من المنشآت الطبية بمستشفيات الجامعة، وتشمل الافتتاحات جناح العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش الجامعي وقسم جراحة تجميل الوجه والفكين ومجمع النفايات الطبية وتطوير الموقع العام للمستشفيات، بالإضافة إلى جناح العمليات الصغرى بمستشفى عين شمس التخصصي ووحدة الأشعة ووحدة فحوصات وإعادة تأهيل القلب وجناح الرنين المغناطيسي. احنا سعداء النهارده طبعا بنفتتح في مستشفيات جامعه عين شمس افتتاحات عظيمه جدا، على راسها مجمع العمليات 21 حجره عمليات زي ما شفتوا بتجهيزات على اعلى مستوى بنقول عليها البنش مارك بتاع العمليات في العالم، وده يعني المفروض المستشفيات الجامعيه تبقى عليه، وجراج متعدد مع الموقع العام اظن يعني شفتوا حضراتكم ان يبقى في نقله حضريه شات تبقى جاذبه وليست منفره، سواء للي بيشتغل فيها من اول للطبيب للاستاذ للتمريض الى المريض نفسه يجي يعني يصر بما يشاهد ولا يعني بكفايه ما هو عنده من معاناه الى قسم، يعني في خطه لتطوير كل الاقسام العلاجيه والبحثيه وكل حاجه في جامعه عين شمس. النهارده كان واحد من الاقسام دي هو قسم جراحه التجميل والحروق، تم رفع كفاءته على اعلى مستوى زي ما حضرتك شفته، ثم الجراج المتعدد الطوابق اللي بيسع من 800 الى 1000 سياره عشان ما يبقاش في اي مشكله لركن العربيات او خلافه سواء للمترددين او للعاملين في المستشفيات. الهدف مش مجرد ان احنا نفتح او نطوره بس، هو الموضوع ماشي في منظومه او في خطه متكامله حطيناها في 2015 لتحويل هذا المكان الى مدينه عين شمس الطبيه. مدينه عين شمس الطبيه اللي فيها كل التخصصات العامه والخاصه، الجراحيه والباطنيه، الكبار والصغار والمسنين على جميع المستويات، كل حاجه. احنا مستشفى جامعي ظهير اساسي للخدمه الطبيه في مصر والشرق الاوسط وافريقيا، نستقبل المرضى من كل حته في العالم ومجاني، وإن كان في جزء اقتصادي بسيط، وكمان الأهم من ده كله اللي احنا بنعلم الطب، بندرب الشباب الأطباء الخارجين اللي هم الامتياز وأطباء المقيمين وشباب الأطباء، بندي الشهادات الطبية على أعلى مستوى والبحث العلمي. فالمستشفيات الجامعية الحقيقة مش علاج بس، انت بتتكلم على تعليم وتدريب وعلاج وبحث علمي، فالمنظومة عشان متكاملة لازم اللي احنا نواكب كل ما حدث في العالم، ونبتدي بقى حان الوقت مش بس نواكب ما يحدث في العالم، نضيف ولو حاجة صغيرة. عشان نضيف لازم تكون بيئة العمل صالحة بهذا المنظر، ودي الرؤية اللي احنا شايفينها ان شاء الله. الحقيقة احنا النهاردة يعني في عيد، لان مستشفى جامعة عين شمس بتشهد افتتاحات مهمة جدا الحقيقة. العمليات المجمعة اللي فيها 21 غرفة عمليات، ده أكبر جناح عمليات موجود في مصر، وكونه يبقى على أعلى مستوى بنظام الكبسولات، أعلى مستوى في التخلص من النفايات الطبية، أعلى مستوى من التعقيم، ده بيحقق نقلة نوعية كبيرة جدا جدا في الخدمة الطبية المقدمة ل 1.5 مليون مريض بيتعالجوا في مستشفيات جامعة عين شمس. احنا بنفتتح النهارده برضو مجمع التخلص من النفايات الطبيه باحدث طرق عالميه بشركه فرنسيه متخصصه، بنفتتح الجراج متعدد الطوابق اللي بيسع حوالي 800 سياره بيغير خالص واقع بيئه العمل في مستشفيات جامعه عين شمس. في نفس الوقت بنفتتح في مستشفى عين شمس التخصصي مجمع العمليات الصغرى، وده برضو نقله نوعيه كبيره جدا جدا في الخدمه المقدمه لكل المترددين على مستشفيات جامعه عين شمس.